سمعتها انا اضطريت انني باش نخلي الخدمه ونجي هنايا. كنخرج حتى 6 وخرجت اليوم مع 4 على قبلها حيت المدام ما كايناش. ما يمكنش ليا نخلي بنتي كدور هنايا، فهمتي؟ هذا هو اللي كاين. خويا تنتمناو هذا الشيء يكون كذوب. قال لك الدري شي دري تكرفص هنا في المدرسه، تعتاد عليه شي ولد السادس. وحنا تنتمناو من الله هذا الشيء يكون كذوب، حيت وليداتنا تيقراو في هذه المدرسه، وانا ولديني تيقرا في هذه المدرسه. تصدمنا وغوتنا وحيحنا وما خلينا ما قلنا. تنتمناو من الله هادشي يكون كذوب. الام ديال هاد الدري ما كايناش دابا، هاد الوقت هذا ما كايناش، كانت البارح. وليت نجيبو نديو، وهضرنا مع المدير وهضرنا زعما كاين، درنا ايد وحده وهضرنا زعما ما كذبنا، ما كذبش انا على راسي. هاد المؤسسه شحال من عام وحنا تنقريو ولادنا فيها، عمرنا لقينا فيها شي مشكل. زعما المدير مزيرهم وتيقراو مزيان، هاد المؤسسه فيها الزيار. هاد الحاله وقعت البارح. الطفل صغير كيقرا في التحضيري عنده 5 سنين ونص، غيبقى فينا كاملين، ولدنا كاملين، ولكن حتى شي حاجه ما مؤكده. حتى الدري اللي الضحيه، حتى هو ملي مشاو دابا داروا الطب الشرعي حتى يخرجوا التحاليل عاد غيقدروا يعرفوا واش هو ولا شي حد نقز من السطح. امو كتقول البارح، الله اعلم، حنا سمعناها البارح شفنا الدري ياك، ولكن ما غيقدر حتى واحد يعرف شكون.